شنو أكثر درس تعلمتي من الدنيا؟ كتير دروس. برجع بقول لك في شيء بشخصيتي بتعلم من كل شيء بحياتي. احيانا في شغلات بترجع بتنعيد، وهيدا الشيء بيرجع ل خلينا نحكي عن الشق الانساني الطيب. طيب مش عم بحكي عن نفسي، بس الطيب ما بيقدر يكون خبيث مع الناس. ما بيقدر يغير طبعه مع المقربين او الناس اللي بتطعنه بظهره او الناس اللي بتأذيه. يمكن موقف صغير بيتسبب بجرح لك وما بتحكي عنه لانك طيب، ما بدك تأذيهم. يمكن هاي الشغلات انا تعلمت منها. في شغلات اقدر اطبقها وغيرها، في شغلات I'm still working on it. الشيء اللي عم بيعلمني والشيء اللي برجع بلك، الحياة أكبر مدرسة. فبصير تعرف كيف تتحكم بمشاعرك، ما تتأثر، ما تخلي حساسيتك زايدة. شلون ما تأثر إذا تعلقنا بناس نحبهم وايد وعلاقتنا فيهم صارت بلا أسرار بلا حواجز، روحين التقوا ببعض وبعد فترة ما صار في أي نوع من أنواع الالتقاء الذاتي أو بالروح أو بالمشاعر، شلون ما تأثر؟ ما طبيعي بتأثر. تأثر ولازم تعبر عن مشاعرك، بس الشغل الأهم سامح نفسك وسامح لآخرين. اللي ما بيعرف يسامح بيمرض، يمكن بلحظتها بحس حاله أنه أنا ما فيني شيء، هاي الإنسان I don't like him. بس بعد فترة طويلة بلش تظهر الأمراض. ما كل الأمراض اللي فينا العضوية هي أساسها نفسي، المشاعر المكبوتة، المشاعر. يعني على سبيل المثال، ما بدنا نحكي عن الأمراض، خلينا بالمكان الإيجابي، بس على سبيل المثال مرضى السرطان الله يعافيهم ويشفيهم يا رب. يا رب بحق هالليالي الفضيلة ندعيلهم بالشفاء العاجل يا رب. اللهم آمين. اللهم آمين. هو سبب المشاعر، الإنسان اللي بينجرح مشاعر مكبوتة مخزنة، حزن، غضب، توتر، كره، تتجمع بتمرض الأعضاء اللي حواليه. بالمختصر سامح نفسك وسامح الآخرين والدنيا حلوة. مبين بأن اللي تدرسينه يا ديانا وايد أثر عليك، أثر على النضج وأثر على الشعور وأثر على القلب، وهذا أهم شيء. الحمد لله طول عمري قلبي منيح، لأنه ما فيك تفوت هيك وأنت قلبك مش نظيف. ما فيك تفوت تعرف، لأنه كل شيء حلو بحياتنا مبني على المحبة، على التسامح. الله سبحانه وتعالى أنا محب كريم غفور. فما بقلك نحن الناس البشر اللي منغلط كل يوم، حلو تسامح، لأنه بنهاية أنت اللي بتتأذى. يمكن الطرف الثاني ما معه خبر إذا أنت زعلان ولا مزعلان ولا فرقاني معه. أنت اللي بتحط بقلبك وأنت اللي بتزعل وبتقعد بينك وبين نفسك يمكن تبكي. طب ليش؟ أنا بحب نفسي، لأنه إذا بحب نفسي ساعتها بقدر أحب الناس. سامح نفسك. على فكرة الجملة الأخيرة اللي قلتيها هي مقولتي في الحياة، عمري ما راح أقدر أحب أحد إذا أنا مو قادر أحب نفسي. طبعا لابد أني أحب نفسي بالمقام الأول علشان أقدر أحبك. فاقد الشيء لا يعطي. صجعت؟ طبعا.